السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف في قسم سوني هنا في الام دبليو سي. في شوية تقنيات دائما هم يحطوها في جوالاتهم وما نعرف القيمة الكاملة للتقنيات هذه، فهنا احلى شيء انه في القسم حقهم مضبطين لك جزئيات، من خلال الجزئيات هذه واختبارات تقدر تسويها تقدر تعرف هل التقنيات دي كويسة ولا مو كويسة. اول حاجة نتكلم عنه الكاميرا، تعرفين الكاميرا هنا وكل شيء عن الكاميرا لما نتكلم عن الاكسبيريا زي، بدأت نتكلم عن الزي 2 والتطور اللي صار فيه. دائما اقول لكم جي لينز جي لينز جي لينز، وحركة الجي لينز وقوية وتاخذ إضاءة أكثر. خلنا نشوف الحركة هذه سوا. الحين عندكم ثلاث تقنيات هنتكلم عنها. التقنية الأولى اللي هي البايونز والإكس مور والآر إس، وبرضه هذا كلام على الجي لينز. شايفين الفتحة ذي؟ طبعا هذا كرتون بوكس، هذا جواه صورة، الصورة مظلمة، يعني أنت تحط هنا عينك تلاقي صورة مظلمة ما في شيء، شوف يعني هنا ما حتشوف شيء جوا لأنه هذا بوكس مسكر بالكامل. الحركة اللي تقدر تسويها تاخذ الكاميرا، هذه كاميرا الجوال شوفوها من الجهة ذي، تاخذها وتحطها على الفتحه هذه، ضبطها بشكل تام. طبعا اول اشغل الكاميرا، خلنا احاول اشغل الكاميرا، بعدين اسوي الالاينمنت. ايوه كذا تجي على اوكي ممتاز حلو. على طول الجوال قال انه هذا لو لايت، هذا اضاءه خافت، هذه اضاءه قليله جدا. طبعا الفتحه ما حتدخل فلاش، ما حيدخل شيء. خلنا ناخذ صوره، هذه الصوره اللي جوا موجوده. اوكي عندكم هذه الصوره، الصوره اللي موجوده جوا، خلنا ناخذها مره ثانيه. لما يكون عندك جي لينز وتقنيات جدا كثيره، فتقدر تسوي الشكل هذا، الحركه هذه الرهيبه جدا، انك بالاماكن اللي ما فيها اضاءه كثيره وبدون فلاش تاخذ صور زي هذه. شوف اكثر مره سويتها وضبطت معانا، هذه هي الحركه اللي مره رايقه. هذه حاجه يسموها اللو لايت البرايت شوتس، اللي هو في اللو لايت الاضاءه القليله يكون عندك برايت شوتس، يكون عندك صور مره برايت، تكون صور مره يعني نقول السطوح حقها عالي. الشيء الثاني اللي نتكلم عنه اللي هو الباك جراوند دي فوكس. وش الباك جراوند دي فوكس؟ انك تسوي فوكسنج، تشيل الفوكس وتضبطه على الخلفيات. وعندكم الشكل اللي موجود عندكم هنا، هذا موجود عندكم الدب اللي حاطينه هذا حق البرازيل، وعندكم خلفيه حاطينها منظر بالشكل هذا. لما اجي اجيب بالكاميرا تو سيت فوكس تاب اون ذا اوبجكت، ابغى الفوكس يكون هنا. اوكي شوف الفوكس حيكون هنا والفوكس هنا، فوكس يصير هنا وهذا كل اللي ورا مضبب، فنصير ناخذ الصوره. اوكي شوف اخذ اكثر من صوره، يسوي لها معالجه وشوف النتيجه، ننتظر النتيجه. شوف الخلفيه كيف راحت، تقريبا مره مضبب بشكل جدا كبير، وهذا طالع الصفاوه حقته مره عاليه. بل انك تقدر تزيد تقلل، شوف زودت مره كثير ورا وقللت نفس التضبيب، هذه يسموها باك جراوند دي فوكس. ضبط الاعدادات اللي انت بيها، بعدها على طول حط سيف. بعد ما تحط سيف بياخذ له شويه تحليل على نفس الصوره، بعدين حيخزن لك اياها على الجوال. المفروض انه ياخذ اقل من كذا وقت، بس ما ادري، هذا هو الزي 2 على فكره. اوكي نشوف الصوره، هذه باك جراوند دي فوكس. فنفس الجوالات من كل الشركات تجي تطرح تقنيات محدده مخصصه في التصوير، ما نعرف القيمه الكامله حقتها لما نجربها ونصير في مواقف بالفعل نستفيد منها، خاصه مثلا نتكلم عن الاتش دي ار. اتش دي ار في المملكه فائدتنا بشكل جدا كبير، سطوع الشمس والمناظر اللي ناخذها، يكون في عندك شمس في الخلفيه، شغل الاتش دي ار، السطوع هذا يخف، يصير لك صورتين تسوي لها ثريدنج بين بعض، تخيط بين الصورتين بحيث انك تاخذ الاصفى من الخلفيه والاصفى من نفس الشخص اللي انت تبغى تصوره. اشياء كثيره موجوده من ناحيه تقنيات التصوير. الحين اللي اتمناه منكم اعطونا تحت هنا بالفيديو اكثر تقنيه في التصوير على الجوالات انت تستخدمها. قولوا لنا. اخوكم فيصل السيف، نهايه الفيديو لايك سبسكرايب للاشياء ذي كلها. شايل الشنطه حقت سول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.